في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الطائف قيل إنهم في آخر الجلسة توقفوا قليلا وقرأوا سورة الفاتحة على روح الملك فيصل، فهل هذا النوع من القراءة جائز لأن يؤدي جماعة ومفرد؟ ما نعرف له أصل ويقرأ الأموات سورة الفاتحة، وإلا ما نعرف له أصل، هذا ما أحدثه الناس. عند بعض أهل العلم يجوز أن يقرأ الإنسان ثوب الميت قاله جماعة، وحكى بعضه قول الجمهور كما يصام على من عليه صوم وكما يصدق عنه في المال، قاسوا هذا على هذا، قالوا لا بأس يقرأ الموتى يتوب لهم القراءة، ولكن أنا ما أعلم في أدلة شرعية ما يدل على ذلك، والأولى ترك ذلك، الأولى أن يقرأ لنفسه ويدعو لنفسه ويدعو للمسلمين إذا ختم القرآن لا بأس، أما أن يقرأ قراءة يتوبها الميت فاتحة أو البقرة أو ختمة كاملة ما أعرف له أصل، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا بأس بهذا، وأنه مثل ما يصدق عنه بالمال ومثل ما يدعى له مثل ما يحج عنه أن هذا مثله قياسا عليه. وبعضها لم يأخذ هذا القياس وقال لا يقاس العبادات، والأولى أن لا يقرأ أحد لأحد، بل يقرأ لنفسه ويدعو عند ختمة بما يتيسر من الدعوات الطيبة لنفسه والمسلمين، وهذا هو الأحوط والأولى فيما أعتقد. نعم. لا مر واسع لأنها أعظم السور، أفضل السور. بس يقول قيامة أعظم سورة في القرآن سورة الناس. قرأتها يقول قيامة، يعني كم فيها شوية من قد يكون غير مقصود القيام، قد يكون الله وما فيه لا سبب مفهم والسؤال من الآن ما لها صلاة قيام ولا طعام.